بيان لبيان خطوات الشيطان لأهل الإسلام، أنه يفتح لهم باب من الخير للقرب من الله أو وسائل للقرب من الله سبحانه وتعالى، والدعوة إليه ليوقعهم فيما هو شر، وأعظم ذلك الشرك. فماذا ترون في تصوير صور الصالحين على صورة أنصاب من أحجار توضع في مجالسهم، مجالسهم التي كانوا يعظون فيها الناس ويذكرونهم بها، فجاءهم الشيطان من قبل وسائل الدعوة، نعم، فقال حتى تدعوا أنفسكم للنشاط في طاعة الله، اصنعوا وسيلة وانشروها يعني بين الناس حتى يثوب الناس ويبقون على ما كان عليه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، اصنعوا لهم أنصابا وأصناما وصور حتى إذا مروا بهم الناس تذكروا معاثرهم ونشاطهم في العبادة وما كانوا يذكرون به من أمر المعاد والزهد وكثرة العبادة والذكر وغير ذلك. فصدقوا إبليس ظنه، فصنعوا ذلك من باب صناعة ما يقربهم من الله ويقرب الناس، لأن إذا وضعت في مجالسهم سيدعون الناس، هذا صنم ود، تعالوا حتى نذكر ما كان عليه ود وسواع ويغوث فتنشطوا في العبادة بذكر معاذرهم، فأصبحت وسيلة لإصلاح أنفسهم وغيرهم، تدخل حينئذ دخولا جذريا بلا شك فيما يسمى بوسائل الدعوة. وحينئذ تتضمن هذه الوسيلة حينئذ القنطرة للشرك، فإنها تكون بالغلو في إيش؟ الصالحين، فالغلو في الصالحين ود وسواع، ثم يورثهم هذا الغلو الشرك بالله كما غلا النصارى في عيسى حتى أشركوا. فالبدع أو البدعة قنطرة الشرك كما هو معلوم من دين الحي القيوم كما في قصة ود وسواع ويغوث، فبدأ الشيطان بهم بالبدعة، فما حكم هذا الذي صنعه؟ بدعة، ولا يصلح لأحد منا الآن أو في كل زمان أو مكان يقول ما صنعوه هذا وسيلة لا علاقة لها بالدين. كيف؟ أرادوا بالأنصاب هذه أن يتقربوا من الله وينشطوا في عبادته كما كانوا يذكرونهم هؤلاء في حقيقة أمرهم لما كانوا حيين، لما كانوا أحياء، ولا أرادوا التسلية؟ ما أرادوا إيش؟ القرب. فالوسيلة تعطى حكم إيش؟ الغاية. إذن أرادوا بهذه الوسائل القرب من الله، فهي حينئذ والنشاط في ذلك ودعوة من ينظر إليها إلى النشاط في العبادة، فصارت وسيلة دعوية، وهي جعل الصور والأنصاب شيء يذكر به إيش؟ أماثرهم. فحينئذ أنا أرى الشيطان الآن قاعد يفعل بمشايخنا وعلمائنا نفس ما فعل بقوم نوح. الآن يا أخ صاحب سنة سبحان الله، وسمعت مشيختك ابن باز والألباني ينهون عن الصور التي لا داعي لها، ولا فإيش الداعي؟ كلام نفيس لشيخنا ابن باز في العفو، ثم يضعون صورة أحيانا حتى كاريكاتورية، يعني صورة رسم باليد وصورة بجانب هذا، مع أن الشيخ تكلم صوتيا يضع بجانبنا الصورة، فما ترون في هذا؟ وقاعد يعمل نفس الشيء معنا، مع هذه الأمة، مع قومه. ليش؟ يقول هو قاعد يختار الرسم اللي ينشر المقطع، يأتيه الشيطان يقول بيكون أوقع في النفس لو حطيت صورته، لأنه مطلة الشيخ بهية، ولأنه سيتأثر الناس،
فالشيخ والله مظلوم، هو قال أنا خصيم كل إنسان احتفظ بصورتي لم يقطعها عند الله يوم القيامة، مظلوم. شوي صورة البال، ابنته أم ناصر الدين رحمه الله أخبرتني قال لي ما في إلا صورة الجواز اللي سرقوها وصاروا يكروها في كل مكان، وللأسف ناس من الصالحين أخذوا بهذه السرقة والشيخ في نفسه معنف عليهم يوم القيامة والآن لو كان خصمهم أو كانوا خصومه يوم القيامة، أخذوها سرقوها من الجواز ونشروها وصارت كل ما يطلع مقطع للشيخ صوتي يحطوه الشيخ، وغضب بناته وأولاده على من يفعل ذلك وربما يدعون عليهم بظهر الغيب. الشيخ ملأ الدنيا وهو ينهى عن التصوير وأنه قنطر للشرك، وليس له محاضرة واحدة مصورة حتى واحد محاضرة. فهذا أخشى أن يكون مقصود الشيطان منه ما كان بقوم نوح. فإذا قال قائل أخاف أنك تغلو والله وتبالغ، قلت لك ليش؟ أليس هم هؤلاء في فتوى هيئة قرى العلماء يقولون حرام التصوير بكل أشكال، فيديو تيب وكاميرا كله يدخل في التصوير، ورخصوا فيه في مواضع، منهم من اجتهد في أمر الرخصة وفي أمر ما لا يحسن من غير صورة، إلا وكان مثلا يجيك شخص يعني التوحيد ثم يأتي من يعني يصوره ودخل معهم في جدال انقطع الخير، فالمصلحة نعم يتكلم إلى غير ذلك من الأشياء اللي استثنوها. وذلك ما حصل فعلا من شخص رأيت أنه شاب على خير وأقبل بالتوبة النصوح وصار يلازم حلقاتنا، فطلب مني يوم مجلسا خاصا فأجبته لأرى ما عنده وأجيبه، فلما جلس معي أخبرني بوساوس تأتيه وتشتد عليه ولا شك أنه من الشيطان. قال فلما كانت تشتد عليه الوساوس يأتيني إعاز في نفسي أن احتفظ بصورة الشيخ بن باز، وضعها في إيش؟ في جيبك، فإذا اشتدت عليك هذه الوساوس فتبرك حينئذ بالنظر إلى وجهي وستذهب. قال وفعلا اشتد عليه حتى ما كان أطيق، فما أن أخرجها وأنظر في طلة الشيخ إلا يتبدد ما كان فيه. أحد منا الآن يشك أن صنعة إبليس هذه؟ ماذا يريد بالرجل هذا؟ ما أراد بقوم نوح، وأنه ربما يصطنع ذلك سنين مديدة حتى ينشر خبره كما ذكرها لي، فيراه ولده يراه يخرج صورة الشيخ وقت المحن وقت وفاة أمه شيء خرجها كذا وارتاح وضعها. فربما جاء جيل يقول إن أباك كان يدعو الشيخ ويشتد للإخلاص للدعاء له للشفاعة بإخراج صورة، فيقع الشرك مرة أخرى. وكان الله به رحيما إذ قاده إذ أنه قاده لي فأفهمته فأنقذه الله بي الحمد لله، فرجع ومزق الصورة ورجع إلى حظيرة التوحيد، فلله الحمد وهو رب العبيد نحمده ونشكره لطف بعباده، الحمد لله الذي أنقذه بي ونشكره والمنة له وحده ولا شريك له، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فحينئذ هذه وسيلة مباشرة جدا للشرك كما في قوم نوح.